اتخذناه بامتداد الساعة غلق المكاتب، امتداد بساعة مثل ما ينص عليه القانون ويرخصه لرئاسة السلطة الوطنية بناء على عدة ولايات طلبتها الامتداد هذا. أيضا غلق المكاتب يكون ساعة بعد الوقت المحدد الثامن، معناتها يوصل حتى للتاسعة إن شاء الله. حتى التاسعة مساء. ماذا بيا يعني الخبر هذا يمشي اون فيل روج حتى يكون المواطنين يعني يعلموا به، اللي متخلف على لا 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 عملية التصويت باش يدرك الأمر. خاصة ونحن يعني في فصل الصيف. ما بقاش نعم. حال. إذن نرجع للموضوع. بالنسبة للخارج نعطيك فقط نسب للمشاركة على الساعة إذن الخامسة، نسبة المشاركة بالخارج وصلت 18.31%. 18.31%. بالنسبة للداخل معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. معدل نسبة المشاركة وصل إلى 26.45%. هذا وباقي إن شاء الله الساعة 9:30 إن شاء الله آخر معطيات وآخر مستجدات إن شاء الله. سيد محمد شرفي، كيف تقيمون سير العملية الانتخابية إلى حد الساعة؟ وهل مثلا تلقيتم أي شكاوى أو إخطارات سواء من المترشحين أو ممثليهم أو حتى الناخبين؟ والله ما حدثش يعني أحداث ليعرقلوا المسار الانتخابي، فلربما يعني بعض الأحداث ما تعتبرش تعدي على النظام الانتخابي ولا من هذا القبيل، ولكن ما كانش عندها أثر في 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 ثلاثة ولا أربع أماكن في القطر. أما بين يعني الناخبين ولا يعني داخل مكتب التصويت ما كان حتى حدث يعني بلغ لنا لحد الساعة. شكرا لكم سيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على كل هذه المعطيات. إذن لا بأس.